في الماضي كان تساخر وتآكل تربة على الضفة الشرقية لنهر الأسفل في مدينة إنشان بمقاطعة نينشا خطويلين، مما أثر بشكل كبير على البيئة الإيكولوجية وحياة الناس في المنطقة. الآن أصبحت هذه الأراضي نموذجا مبتكرا، حيث تكمل الألواح الكهروضوئية والنباتات الخضراء بعضها البعض، ما يضيف حيوية جديدة في المنطقة. قبل عام 2013 كان هذا المكان صحراء، ولكن الآن تمت تقطيع الصحراء السابقة بالمحيط الأزرق، وهو مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية الزراعية التي أنشأتها مجموعة بافون، مما يخلق عالما جديدا من الطاقة الخضراء. ما هي تفاصيل هذا المشروع لمجموعة بافون؟ دعونا نستمع لهذا المسؤول. بافون جي توان 是以做对社会有价值的企业为使命，从2013年起对宁夏银川荒漠化土地实施可持续生态修复，整体条件改善后，因地制宜种植枸杞等经济林草，大幅改善了当地的生态和人居环境。在此基础上，宝丰集团2016年在生态治理的土地上方建设一吉瓦光伏电站，打造农光一体化绿色发展新模式。光伏电站建成后，每年可发绿电17亿度，为国家新能源提供重要保障。دعنا نلقي نظرة عميقة على حال تطور الزراعة في ظل هذا النموذج الصناعي. 枸杞每年就是从六月份到十月份会有十二三茬的这枸杞。تحت الألواح الكهروضوئية الزرقاء تزدهر سنفولينا الغربية المميزة لنينشا، ما يدل على التعايش المتناغم بين التكنولوجيا والطبيعة.下方枸杞种植，上方光伏发电的，农光一体化项目，每年提供10万人次的劳务用工岗位，为2000多户当地居民提供每年每户增收4万多元的效益。这种生态修复加产业振兴加产业复明的融合，既是可持续发展的创新，也助力宁夏实现绿色转型、金融繁荣，是典型的乡村振兴案例。تبلغ مساحة هذا المشروع 20 كيلومتر مربع، ولكنه يحتاج فقط إلى 30 موظفا لإدارته. دعنا نرى تشغيل غرفة التحكم المركزية أنغولب. 是生产管理系统，就是把我们宝丰新能源，宁夏、甘肃的所有电站的数据，都统一汇总在这儿，可以集中这个监控。إن هذا النموذج المبتكر لا يحقق إدارة واستخدام الفعالة للأراضي المتساهلة فحسب، بل أيضا يدفع توظيف وتحول الصناعية المحلية، ما يدل على تكامل المثالية لحماية البيئة وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة ونهوض الريفية.